بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله يا أولى سوف نأخذ الدرس الأول من دروس الوحدة الثالثة. استمعي معي إلى مرحبا، أنا أمير، أنا أحب الرسم. اشترت لي أمي علبة ألوان، ألوان كثيرة، لون أحمر ولون أزرق ولون أصفر ولون أخضر. رسمت أسدا ورسمت أناناسا. شكرا أمي على الهدية الجميلة. الآن يا أولى رددوا معي: أمير، أسد، أرنب، أحمر، أزرق، أصفر، أخضر. سمعنا القصة وسمعنا مجموعة من الكلمات. رأينا هنا أمير، أمير كان يحب الرسم، اشترت له أمه علبة ألوان، قام برسم أسد وأناناس، استخدم الألوان الأحمر، أزرق، أصفر، أخضر. لاحظنا من خلال نطق الكلمات تكرر فيها حرف وهو حرف أ أ، أمير، أ أ، أسد، أ أ، أرنب، أناناس. إذن ما هو حرفنا؟ ما هو ضيفنا الجديد؟ هو حرف الآ. ممتاز، بارك الله فيكم. هيا يا أولى نرحب بحرف الآ. هذا هو حرف الآ، انظري لشكله هنا، هذا هو حرف الآ. أهلا أهلا حرف الآ، أهلا وسهلا حرف الآ. ننظر للصورة، صورة ماذا؟ صورة أرنب. آ أرنب، آ أمير، آ أسد، آ أناناس، أحمر، أصفر، أخضر، جميعها فيها حرف آ آ آ. أحسنتم. الدرس الأول يا أولى الهدف منه المكون الأول أسمي الحرف وألونه. قمنا بتسمية الحرف، سميناه حرف آ. هذا هو حرف آ أرنب، آ أرنب. انظري معي في الأعلى، هنا أشكال كتابة حرف الآ. كم شكل لكتابة حرف الآ يا أولى؟ كم شكل؟ عندي شكلين. أحسنتم. هنا آ في أول الكلمة، وأيضا آ في آخر الكلمة منفصل، وهنا تأتي الآ متصلة، متصلة ممكن تكون في وسط الكلمة وأيضا ممكن تكون في آخر الكلمة متصل. رأينا شكلين يا أولى. إذن حرف الآ من حروف ماذا؟ أحسنتم، من حروف الرفس. نكتب هذه الملاحظة أن حرف الآ من حروف الرفس، وتعلمنا على وتعرفنا على مجموعة من حروف الرفس. نضيف هذا الحرف لها، نكتب نكتب حرف الآ من حروف الرفس. ما هي يا أولى حروف الرفس؟ حروف الرفس هي الحروف التي لا تتصل بما بعدها. فقط يأتي لها شكلين عند الكتابة. الآن انظري هنا، نسمي الحرف هنا، نسميه أ أ أرنب. نربطه بالصورة حتى ما أنسى الحرف. أ أرنب، أ أرنب. بما هنا انظري لشكله، عصا طويلة، وفي الأعلى نسمي هذه يا أولى همزة، تسمى همزة. هذا هو حرف الآ. بماذا لون يا أولى؟ بأي لون؟
أحسنت ملونة باللون الأحمر. هيا نلون الحرف من الأعلى باللون الأحمر، من الأعلى يا أولى إلى الأسفل. يشبه أي رقم يا أولى هنا؟ أصل حرف الآء. أحسنتم، تشبه رقم واحد كما أخذتم في مادة الرياضيات، أو بإذن الله سوف تتعرفون قريبا على كتابة الأعداد. وهذه هي الهمزة. الهمزة لا ألصقها بالعصا، لا يا أولى، تبتعد قليلا عن العصا، يكون هناك فاصل قليل بين الهمزة وبين العصا. هذا هو شكل الحرف، وها اسمه حرف، اسمه آ آ أرنب آ. الآن يا صغيراتي نذكر كلمات في حرف الآ. أحلام، ممتاز. أروى، أحمد، ممتاز، بارك الله فيكم. انتقلي معي يا صغيرتي إلى الصفحة التالية، صفحة 129. رقم 2، المكون رقم 2، الهدف منه ماذا؟ ألاحظ الصورة وأتحدث ثم أستمع. الآن نلاحظ الصور. الصورة الأولى، تعرفنا على هذا، من هذا يا أولى؟ تعرفنا عليه في بداية الوحدة. من هذا؟ أحسنتم، إنه إبراهيم. هذا من؟ هذا إبراهيم، بارك الله فيكم، إبراهيم. وهنا ننظر للصورة الثانية، ماذا نشاهد يا أولى في هذه الصورة؟ انظري بعينك الفصيحة، ماذا تشاهدين؟ أحسنتم، نشاهد نافورة. هذه يا أولى تسمى نافورة الملك فهد. أين نجدها يا أولى؟ في مدينة جدة، رائع. أحسنتم، توجد نافورة الملك فهد في مدينة جدة. جدة هي أبرز هذه النافورة من أبرز المعالم في مدينة جدة، وجدة مدينة سياحية وتلقب بعروس البحر الأحمر. انظري هنا للصورة الثانية، الثالثة عفوا، صورة، ماذا نلاحظ فيها؟ هنا نلاحظ السماء. أحسنتم، السماء هنا صافية، وأيضا نلاحظ البحر، نرى البحر، ممتاز يا أولى. الآن ننتقل للصورة التي تليها. ماذا نلاحظ يا أولى في هذه الصورة؟ ماذا نرى؟ أحسنتم، نرى هنا الشاطئ. ما رأيكم في الشاطئ هنا؟ الشاطئ جميل، ممتاز يا أولى. وأيضا ماذا نرى هنا؟ نرى ماذا نرى؟ نرى مبنى كبير. أحسنتم. الآن انظري معي للصورة الأخيرة، ماذا نرى فيها؟ ماذا نرى هنا؟ نرى، أحسنتم، هنا الأمواج عالية، بارك الله فيكم. الآن يا أولى استمعي معي، أنا إبراهيم أعيش في مدينة جدة، السماء صافية والشاطئ جميل والأمواج عالية. إذن يا أولى رأينا إبراهيم، وأيضا هنا أين يعيش؟ يقول أعيش في مدينة جدة، أعيش، وهنا أمواج، إبراهيم، أمواج، أعيش، جميعها تبدأ بأي حرف؟ أحسنتم، تبدأ بحرف
الآ، بارك الله فيكم، وهذا هو حرف آ. آ آ أمواج، آ أنا. أحسنتم، الآن انتقلي معي للمكون رقم 3. 130، صفحة 130. الهدف من هذا المكون يا أولى القراءة، ألاحظ الصور وأقرأ. الهدف منه أن نقرأ قراءة جيدة، نلاحظ الصور التي أمامنا ثم نبدأ نقرأ. انتبهي معي، أنا إبراهيم أعيش في مدينة جدة، السماء صافية والشاطئ جميل والأمواج عالية، أنا أحب مدينتي. أقرأ ونردد، رددوا خلفي يا أولى. أنا إبراهيم أعيش في مدينة جدة، السماء صافية والشاطئ جميل والأمواج عالية، أنا أحب مدينتي. أحسنتم، رائع. الآن أقرأ الكلمات الملونة بالأخضر. أنا إبراهيم أعيش والأمواج، أنا أحب. لاحظي يا صغيرتي هذه الكلمات جميعها تكرر فيها حرف باللون الأحمر، ونفس الحرف تكرر في جميع الكلمات. ما هو؟ أنا. أحسنتم، حرف آ، هنا آ، أنا هنا مفتوح، وهنا إبراهيم هنا مكسور. لاحظي يا أولى، إذا جاء مكسور فإن الهمزة تكون تحت في الأسفل، تكتب تحت مع الكسرة. وهنا آ، أعيش، فتحة، وهنا أمواج أيضا مفتوح، أنا مفتوح، أحب مفتوح. الآن ننتقل للمكون، أقرأ هنا قراءة الكلمات، كلمات تحوي حرف الآ. نركز على هذه الكلمات يا أولى. أنا إبراهيم أعيش، أمواج، أحب. لاحظي هنا أنا وقع في أول الكلمة حركته الفتح، هنا حرف الآ وقع في أول الكلمة حركته الفتح آ، وهنا إبراهيم وقع أي في أول الكلمة حركته الكسر إي، أكسر الحرف إي، إبراهيم. آ أعيش، هنا وقع في أول الكلمة حركته الفتح آ، وهنا أمواج آ آ، وقع في أول الكلمة حركته الفتح، وهنا أو، أحب، وقع حرف الآ في أول الكلمة حركته الضم. كيف ينطق؟ أضم فمي، أو أو، أحب. الآن يا أولى في هذه الصفحة شاهدنا من؟ شاهدنا إبراهيم. أين يعيش إبراهيم؟ أحسنتم، يعيش إبراهيم في مدينة جدة. ممتاز يا أولى. نلاحظ في الصور، هنا السماء، هنا السماء صافية، أحسنتم. وأيضا ما رأيكم هنا في الشاطئ؟ الشاطئ جميل والأمواج عالية.
ماذا يقول إبراهيم؟ يقول أنا أحب مدينتي. تعرفنا على مدينة إبراهيم وهي مدينة جدة. ننتقل الآن يا أولى إلى المكون رقم 4. في هذا المكون الهدف أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف. نقرأ الكلمات ثم نجرد الحرف الملون باللون الأحمر. أنا، أنا، نقول جاء حرف الآ في أول الكلمة، حركته الفتح، ينطق آ آ. أحسنتم. الكلمة الثانية أحب، أحب، جاء حرف الآ في أول الكلمة، حركته الضم، ينطق أو، ينطق أو. أحسنتم. هنا كلمة إبراهيم، إبراهيم، جاء حرف الآ في أول الكلمة، حركته الكسر، ينطق إي، إي. هنا مكسور. إذن يا أولى تعلمنا هنا في هذا المكون قراءة الكلمات وقراءة الحرف بحركاته الثلاث. هنا حركة الفتح أ، الضم أو، الكسر إي. نلاحظ عند الفتح والضم تكون الهمزة أي في الأعلى، أما إذا جاء الحرف مكسور فإن الهمزة تكون تحت مع الكسرة. نكتب الهمزة أولا ثم تحتها الكسرة. الآن ننتقل لرقم 5، أميز بين الصوت الطويل والصوت القصير. نتعرف هنا على الصوت القصير. لماذا يا أولى أنا أقول صوت قصير؟ أقول هنا صوت قصير لأنه لا يوجد معه حرف مد. نقرأه بالحركات أ، أو، إي، أ، أو، إي. هنا يقرأ في أقل من ثانية، قراءة سريعة لعدم وجود المد. أما عندما نقرأه هنا بالصوت الطويل، كيف يقرأ بالصوت الطويل؟ آ، أو، إي. هنا الصوت طويل، هنا فيه يوجد فيه مد. لماذا؟ لأنه اتصل بحروف المد. في الأول اتصل بأي حرف؟ اتصل بأي حرف يا أولى؟ اتصل بحرف المد، الألف. أحسنتم. هنا، هنا الآء هذه عبارة عن كم آء؟ أحسنتم، اثنتان. هنا لاحظي الآء الأولى وهنا آء المد، هنا آء المد، هنا حرف مد. كتبناها حرف واحد لأنها تتشابه، نفس الشيء كتبت هنا يا أولى حرف واحد ووضعنا فوقها مد. هذا يا أولى هو شكل المد، هذا يسمى مد، مد بالألف، بالآء، هنا بالألف، مد ألف. لذلك لم نكرر كتابتها، فقط وضعنا آ ووضعنا فوقها هذه المدة. واضح يا أولى؟ وهنا حرف المد ما هو؟ الواو، وما قبله مضموم أو. أما هنا حرف المد هو الياء وما قبله مكسور إي. واضح؟ إذن بارك الله فيكم، نركز جيدا على الصوت الطويل. الآن ننتقل للصفحة التي تليها في طريقة كتابة الحرف، مهمة جداً الطريقة، نكتب الحرف كتابة صحيحة. رقم 6، ألاحظ الحرف وأكتبه. الآن لاحظي معي الحرف، نبدأ من الأعلى
إلى الأسفل، أولا نرسم العصا بهذه الطريقة، ثم أبدأ بكتابة الهمزة من الأعلى بهذه الطريقة، ثم أرجع بهذه الطريقة، ويكون فاصل بين العصا والهمزة. نركز على كتابته على السطر الأحمر بطريقة صحيحة يا أولى. أهم شيء نجعل فاصل، لا ألزق الهمزة بالعصا. هذا يأتي هنا في أول الكلمة وأيضا في آخر الكلمة منفصل. أما الطريقة الثانية فهي إما تكون في وسط الكلمة متصل، أم في آخر الكلمة متصل. كيف أكتبها؟ فقط يا أولى أمد يدها، أولا أمد يدها ثم أبدأ بكتابة الحرف كما كتبناه هنا، لكن هنا الطريقة نبدأ من تحت من الأسفل، أمد اليد إلى الأعلى ثم أبدأ برسم الهمزة بهذه الطريقة. الهمزة هنا تشبه حرف سندرسه قريبا، وهو حرف العين. هذه هي الهمزة. إذن أمد اليد على السطر ثم إلى الأعلى، ثم أجعل هناك فاصل بين الهمزة وبين العصا بهذه الطريقة يا أولى. نكتب في الفراغات الخط الأحمر حرف الاء كتابة صحيحة، بارك الله فيكم. الآن ننتقل يا أولى إلى صفحة 133. الآن يا أولى نرى صفحة ماذا؟ صفحة إنجازاتي. نرى يا أولى ما أنجزنا وما حققنا من خلال دراستنا لحرف الاء، وهذه نجمة الإنجاز. نبدأ في رقم واحد، نبدأ برقم واحد. أرسم دائرة، أرسم دائرة حول حرف الآ ثم أكتبه. أول كلمة أسد، أسد، أين وقع حرف الاء؟ ممتاز، وقع في أول الكلمة. ما حركة الفتح؟ رائع، كيف ينطق؟ أ، أ، ممتاز. الآن نكتب حرف الاء، أولا نضع دائرة على حرف الاء فقط، نبدأ بكتابته، يكتب بهذه الطريقة على السطر من الأعلى إلى الأسفل، ثم أبدأ بكتابة الهمزة وأضع الحركة، حركة الفتح. آ، أسد، أسد، آ، ممتاز. ننتقل للكلمة الثانية وهي كلمة فأس، 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 أين حرف الآ؟ أين وقع؟ ممتاز، في وسط الكلمة. هل هو متحرك هنا أم ساكن؟ هنا الحرف جاء ساكن، أحسنتم. كيف ينطق الساكن يا أولى؟ أضع قبله حرف أ، أقول أ، أ، فأس بهذه الطريقة. انتقلي معي إلى كلمة أرض، أرض، أين وقع حرف الآ؟ ممتاز، في أول الكلمة، حركته الفتح، رائع. كيف ينطق؟ أ، أكتب من الأعلى إلى الأسفل على السطر، ثم أبدأ بكتابة الهمزة ثم حركة الفتح. أرض، أ، أرض، أ، ممتاز. آخر كلمة، كلمة أزرق، أزرق، أين نجد حرف الآ؟ في أول الكلمة، رائع. ما حركة الفتح؟ كيف ينطق؟ أ، ممتاز. نكتب على السطر من الأعلى إلى الأسفل، ثم نكتب الهمزة ثم حركة الفتح، لا أنسى الحركة. الآن ننتقل لقراءة الكلمات. أقرأ الكلمات الآتية. أول كلمة أسد، آ، أسد. الكلمة الثانية قرأ، قرأ. الكلمة الثالثة رأس، رأس، رأس.
الكلمة الرابعة أدرس، أدرس، أدرس. مرة أخرى نقرأ يا أولى. نلاحظ هنا الحرف الملون بالأحمر من خلال القراءة وأيضا من خلال النظر إليه، لكن نستمع له من خلال القراءة. أسد، قرأ، رأس، أدرس. إذن يا أولى ما هو الحرف الملون باللون الأحمر؟ هو حرف الآ. ممتاز، هنا حركته الفتح أ، وهنا أيضا حركته الفتح أ، وهنا الحرف جاء ساكن السكون يا أولى، دائرة صغيرة. كيف يقرأ؟ أ أ أ بهذه الطريقة، وهنا أ أ أ لأنه مفتوح. ننتقل لرقم ثلاثة. أتحدث أمام الصف عن مدينة من مدن بلادي. هنا لك الحرية في التحدث عن أي مدينة، مدينة تحبينها أو مدينة زرتيها. أكيد نحب جميع مدن بلادنا، بلادنا هي المملكة العربية السعودية. مثلا تتحدث طالبة مثلا عن مدينة الرياض لأننا نعيش فيها، مثلا تقول مدينة الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها، وتقع في منتصفها. سميت بالرياض لأنها أرض طيبة ذات خضرة. بهذه الطريقة نتحدث عن أي مدينة. رقم أربعة، إملاء للكلمات الموجودة وأيضا للحرف بأصواته القصيرة والطويلة وفي مواقعه المختلفة. الآن يا صغيراتي ننتقل لصفحة رقم 134. هذه الصفحة تكون إثراء للطالبة حتى تتعلم القراءة وتستفيد منها. هنا قصة جميلة يا أولى، انظري معي للصورة. قصة ماذا وماذا؟ قصة الأسد والفأر. نستمع للقصة. الأسد والفأر. استيقظ الأسد ذات يوم غاضبا من فأر سقط على إحدى قدميه، فأمسك به الأسد وكاد أن يقتله، فاعتذر منه الفأر وقال قد تحتاج إلي، فتركه. بعد أيام وقع الأسد في شباك صياد ماهر، فزأر الأسد بكل قوته وسمعه الفأر وهب لنجدته وخلصه من شباك الصياد. وانطلق الأسد وهو يقول ما أجمل التسامح والتعاون. إذن يا أولى أنا أقرأ الآن وأنت رددي خلفي هذه القصة الجميلة. الأسد والفأر. استيقظ الأسد ذات يوم غاضبا من فأر سقط على إحدى قدميه، فأمسك به الأسد وكاد أن يقتله، فاعتذر منه الفأر وقال قد تحتاج إلي، فتركه. بعد أيام وقع الأسد في شباك صياد ماهر، فزأر الأسد بكل قوته وسمعه الفأر وهب لنجدته
وخلصه من شباك الصياد. وانطلق الأسد وهو يقول: ما أجمل التسامح والتعاون. إذن يا أولى، رأينا هذه القصة الجميلة دارت بين من ومن؟ هذه القصة بين الأسد والفأر. انظري، هذا هو الأسد وهذا هو الفأر. بماذا يلقب الأسد يا أولى؟ أحسنتم، بملك الغابة. ممتاز. استيقظ الأسد ذات يوم غاضبا من فأر سقط على إحدى قدميه. هنا عندما استيقظ الأسد كان غاضبا، غاضبا ممن؟ من فأر. أحسنتم، لماذا هو غاضب من الفأر؟ أحسنتم، لأن الفأر سقط على إحدى قدميه. أمسك به الأسد وماذا كان يريد؟ يريد أن يقتل الفأر. هنا رأينا الفأر اعتذر من الأسد وماذا قال له؟ قال له: قد تحتاج إلي. ها، هل تركه الأسد أم قتله؟ أحسنتم، تركه الأسد. بعد أيام ماذا حصل يا أولى؟ وقع الأسد في شباك صياد ماهر. ماذا فعل الأسد؟ زأر الأسد بكل قوته. الزئير يا أولى، هذا هو صوت الأسد. من سمعه؟ سمعه الفأر. ماذا فعل الفأر عندما سمع الأسد؟ هب لنجدته، أتى لمساعدته وخلصه من شباك الصياد. انطلق الأسد وهو يقول، ماذا يقول الأسد؟ يقول الأسد: ما أجمل التسامح والتعاون. هنا شاهدنا في هذه القصة قصة جميلة، فيها تسامح، فيها تعاون بين من ومن؟ بين الأسد والفأر. وهذا أجمل شيء، أن يكون بيننا تسامح وتعاون، لأننا بهذه الصفات وصفات عديدة نساعد بعضنا، نتعاون مع بعضنا، نتسامح، نرحم بعضنا، يكون بيننا محبة أكثر، ونكسب الأجر بهذه التسامح بالتعاون. إلى هنا يا أولى، أتمنى أن تكون استفدت من درسنا، وأيضا نقرأ القصة في المنزل ونستمتع بقراءة هذه القصة الجميلة الرائعة. أشكركم يا رائعات على حسن الاستماع والإنصات. بارك الله فيكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.